صباح الخير عليك يا علا، صباح الخير يا احمد، وتحياتي لكل مشاهدي القناه. شوف انا شخصيا قبل احمد ما يسال عندي فضول، هو اللوائح والقوانين بتقول ايه، وازاي ممكن يكون غياب لاعب محلي سواء بيلعب في نادي محلي او في انديه دوليه ممكن النادي بتاعه يرفض ان هو يكون مع منتخبه؟ شوفي، هو طبعا زي ما انتم استعرضتوا ان الاولمبياد هو محفل عالمي مهم جدا جدا، وحاجة بتبقى يعني مذكورة ومرصودة في تاريخ أي لاعب، ودايما بيحب اللاعب إن هو يعني بيتذكر دايما أو بتبقى محطوط دايما في تاريخه إنه شارك في الأولمبياد مع منتخب بلاده، ولكن تبقى إن هي بطولة غير مدرجة على الأجندة الدولية للفيفا. الأندية والاتحادات كلها ليه غير مدرجة طبعا على الأجندة الدولية؟ عشان كرة القدم فيها مباريات كتير في بطولات كتير، فهي في الأولمبياد مش مدرجة؟ لا، هي مش فقط علشان الأجندة الدولية مزدحمة، لأن احنا بنشوف لحد آخر لحظات يعني بطولات جديدة بتدرج، يعني بطولة مثلا زي السوبر ليج أو الدوري الأفريقي مثلا ممكن تكون بتدرج، ممكن تكون بطولة زي كأس العرب بتتنظم وبتدرج. بس فدي يعني الأولمبياد يعني، دي أقدم بطولة على يعني في الرياضيات في وعايز الرياضات أقول لك عموما كمان يعني. هو زي ما بقول لك هي محفل عالمي يعني مهم جدا في تاريخ اي لاعب، ولكن قد يكون ان القوام الاساسي للمنتخبات المشاركه وانها منتخبات تحت 23 سنه وفقط 3 لاعبين بيكونوا موجودين في فوق السن الاولمبي، ممكن يكون هو ده السبب اللي ممكن يكون منطقي شويه، ولكن انا بضم صوتي لصوتكم، يعني الطبيعي جدا والمنطقي جدا ان بطوله زي دي ومحفل عالمي زي ده يكون موجود ومدرج بالتنسيق مع الفيفا ويكون موجود في الأجندة الدولية. يعني فكرة ان مع أهمية البطولة وحجم البطولة اللي بنتكلم عنه مطلوب هنا إعادة النظر في فكرة يعني رفاهية الاختيار، او ان النادي يكون عنده الرفض او القبول بالنسبة لاستدعاء اللاعب. متفق معاك جدا، ولكن تبقى في النهاية ان احنا امام حاليا يعني نقدر نقول امام امر واقع، وانتوا استعرضتوا بشكل كويس جدا فكرة الاسماء، وطبعا اعتذار محمود تريزيجيه، ومحمود تريزيجيه يعني نقدر نقول ان هو قدم اللمسه او النقطه المهمه، الاعتذار اللي هو اكده ان هو كان نفسه يكون موجود، لان زي ما بقول لك ده احساس اي لاعب ان هو نفسه يكون موجود مشارك في محفل عالمي زي ده وهو المشاركه في الاولمبياد. ولكن احنا امام دعم كامل جدا، كان في حصل اجتماع من السيد الوزير مع روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي بالامس مع الساده المسؤولين عن الرياضه في مصر، واعتقد هيكون في كمان ايضا اجتماع اخر مع اتحاد الكره لتاكيد على الدعم الكامل للمنتخب. احنا بنتكلم ان خلاص ايام قليله جدا وندخل في المرحله الاخيره. تمام. القائمه هتعلن ان شاء الله يوم 3 يوليو، يوم 5 يوليو الاجنده هنبدا المعسكر في برج العرب، يوم 13 يوليو هيبقى السفر الى فرنسا، يوجد وديتين تم الاتفاق عليهم مع اوكرانيا والعراق هيكون ان شاء الله في باريس قبل انطلاق البطوله مباشره. بنفكر الناس او بناكد عليهم ان احنا هنكون بدايه المباريات بتاعتنا مع الدومينيكان هتكون يوم 24 يوليو، وايضا مع اوزباكستان يوم 27، ثم المواجهه الاصعب والاهم امام اسبانيا يوم 30. دول الـ3 مباريات القوية جدا. طيب استاذ عبد الحميد، بالنسبة لباقي الأسماء اللي تم طرحها لاستدعائها إنها بالضبط تشارك في المنتخب الأولمبي، بالظبط استعرضت أسماء، وفعلا هي الأسماء ديت من الأسماء المطروحة، إمام عاشور، أحمد زيزو، محمد عبد المنعم، وقد يكون حارس من حارسي النادي الأهلي في الفترة القادمة. دي الاختيارات النسبية اللي مطروحة من روجيرو ميكالي، ولكن فكرة بقى التنسيق لأن عشان يضم 2 لعيبة ونفس الوقت من النادي الأهلي هتكون صعبة جدا، يعني فكرة أنه يضم مثلا إمام عاشور ومحمد عبد المنعم هتكون صعبة جدا، أو إمام عاشور وواحد الحراس، فكرة صعبة لأن ليه النادي صعبة الأهلي ليه؟ علشان في الدوري مباريات ولا صعبة ليه؟ لسه بتطلع عرض، لأن النادي الأهلي في الفترة دي لو احنا بنتكلم مثلا من السفر 13 لحد بنتكلم في 30 أو العودة كمان هتبقى أول أغسطس، وان شاء الله احنا نتمنى طبعا المنتخب المصري يكمل لابعد نقطه في الاولمبياد، هيكون مواجهات ومواجهات مهمه جدا للنادي الاهلي في بطوله الدوري، مواجهتين امام بيراميدز، مواجهه مع المصري، مواجهه مع فيوتشر، ودي مباريات حاسمه لمشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. انا مش هقول ان النادي الاهلي هيعترض، ولكن هيكون هناك تنسيق، ونحطها كده بين قوسين ان في تنسيق
بين اداره النادي الاهلي وبين اداره المنتخب الاولمبي لازم يحصل في الفتره الجايه. طب احمد نبيل كوكا مع كارين الدبيس مع بعض الاسماء، طب ممكن اسيب مين، ممكن يبقى مين موجود معايا في الفتره اللي جايه؟ ده هو الحديث الدائر دلوقتي في الغرف المغلقه زي ما بيقولوا بين المنتخب الاولمبي وبين النادي الاهلي. يعني ممكن يوصل، يعني يكون في الوصول لحل وسط، يعني ده اللي هنشوفه مع الوقت. طب بالنسبه لتريزيجيه يا فندم تحديدا باعتباره هو اللي خلاص يعني تم الرفض من النادي، مين ممكن يكون البديل؟ مصطفى محمد طبعا حاله الاصابه والتاهيل مش هتخليه جاهز بشكل فت او بشكل كامل. ايضا محمد صلاح، رغم ان انا باكد لك ان انا كلمت كابتن محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الاولمبي، اكد لي ان لسه الموقف الرسمي غير معلن، ولكن يعني نقدر نقول من خلال معلوماتنا يعني ومصادرنا صعب جدا ان محمد صلاح يكون موجود، رغم ان الموقف الرسمي لم يعلن، ولكنه مش هيكون في الحسابات في الفتره القادمه كلاعب محترف موجود في. يعني احنا كده ممكن نتوقع ان كل محترفينا بره ما يكونوش مشاركين في منتخبنا الوطني في الاولمبياد؟ الاستعداد دلوقتي لمنتخبات الانديه الاوروبيه دلوقتي بتستعد للموسم الجديد، فبتتمسك كل اجهزه فنيه بلاعبيها، وزي ما احنا قلنا ان اساس المشكله وانتوا استعرضتوها ان للاسف الاولمبياد خارج الاجنده الدوليه للفيفا، فمش ملزمه الانديه بارسال لاعبين. في ظل هذه الغيابات يا استاذ عبد الحميد، حضرتك يعني قلت الثلاث مباريات الاولى لمصر مع منتخبات صعبه وقويه ويعني يتعمل لها حساب، شايف ان ممكن اداء المنتخب المصري يكون عامل ازاي في ظل هذه الغيابات وفي ظل قوه المنافسين؟ انا احييكي جدا على السؤال ده، ولكن انا يعني زي ما بنقول من ترتيبات القدر ان ترتيب قوه المباريات قد يكون لصالح منتخب مصر، يعني يقدر يخش الاجواء. الدومينيكان اقل المنتخبات، ثم اوزباكستان وهي مدرسه اسيويه جيده ودرسها ميكالي في الفتره الاخيره، وهيلعب بالمناسبه وديا مع العراق علشان تكون مدرسه اسيويه قريبه منها، ثم اصعب مباراه هي المباراه الثالثه، فاحنا نقدر نجمع نقاط ونقدر نخش في اجواء البطوله في اول مباراتين سواء مع الدومينيكان او اوزباكستان، بعد كده هتبقى التحدي الاساسي مع اسبانيا، وان شاء الله نقدر نجمع نقاط تخلينا نقدر نوصل للدور التالي في البطوله. عايز اقول لك كمان ان مهم جدا ان احنا نعزز صفوفنا طبعا بعناصر من الثلاثه الكبار، ولكن قوام المنتخب الاساسي اللي كان في كل المعسكرات الاخيره ومن ضمنها اخر معسكر اللي قابلنا فيه كوت ديفوار مرتين ما كانش فيه الاسماء دي، فاللعيبه متعوده انها تلعب مع بعض وفي انسجام بينهم دون تريزيجيه، دون محمد صلاح، دون مصطفى محمد، دون اي اسم من الاسماء الكبيره، دول هيكونوا تعزيز واضافه فقط للمنتخب. انا عايز ازيدك يعني من الشعر بيت ان حتى بعض الاسماء زي ابراهيم عادل واحمد نبيل كوكا كانوا دايما دائم التواجد مع المنتخب الاول، فدلوقتي هيرجعوا للمنتخب الاولمبي هيزيدوا من قوه المنتخب. انا متفائل رغم كل دوت، ولكن مهم جدا ان احنا نوفر اجواء من الدعم والمسانده للمنتخب في معسكره القادم اللي ان شاء الله هيبقى بعد في الاسبوع الاول يعني من شهر يوليو المقبل. استاذ عبد الحميد، بالنسبه لاداء المنتخب الاولمبي وبشكل عام، انا هنا بتكلم مش بس على الماتشات اللي بيلعبها ولكن المعسكرات اللي كان بيقوم بيها، زي ما بيقولوا كده ممكن نقدر نقول المنتخب الاولمبي بيعمل في صمت، يعني بقاله فتره احنا بنتكلم عن معسكرات اداء مميز جدا ومحدش حاسس بيه، لكن دلوقتي بدأنا نسمع خلاص تأهله، وإن شاء الله نسمع كمان أخبار حلوة ونبدأ كمان في تغطيات بالنسبة لنا هنا لفرحة إن هو يعني يوصل لمراحل متقدمة. متفق معاك، وزي ما قلنا جيري مكالي شغال بشكل كويس جدا مع عناصر المنتخب، والحمد لله بقت الفترة الأخيرة احنا كنا بنعاني دايما إن أسماء المنتخب الأولمبي مش بتلعب بشكل أساسي مع أنديتها، ولكن الفترة الأخيرة لما بنتكلم على ان اسامه فيصل من المهاجمين الاساسيين في الدوري المصري في الفتره الاخيره، لما بنتكلم زي ما قلنا على احمد نبيل كوكا، مع حسام عبد المجيد من نادي الزمالك، على ابراهيم عادل، على احمد عاطف، على اسماء كثيره جدا بدات تاخد يعني دورها في مصاف النجوميه زي ما بيقولوا في الكره المصريه في الفتره الاخيره. اتمنى ان شاء الله ان حتى مع العناصر اللي في السن ده محترفين بقى زي عمر فايد، زي بلال مظهر، الاسماء اللي بتمثل اضافه، اياد العسقلاني بتمثل اضافه للمنتخب واسماء قويه جدا، ان شاء الله نقدر نشوف منتخب بشكل جيد يمثل الكره المصريه افضل تمثيل في
اولمبياد باريس المقبل ان شاء الله. طبعا احنا طموحاتنا نفسنا نوصل لابعد نقطه، بس يعني مش عايزين التصريحات المتفائله من ميكالي او من المنتخب ترفع سقف طموحاتنا ان احنا رايحين ناخد ميداليه. خلينا برضو نكون واقعيين، يعني احنا ظروف الكره المصريه بالنسبه للمنافسات وخصوصا مع وجود منتخبات قويه في هذه البطوله تخلينا بس الاول نقول المرحله الاولى ان احنا نتخطى دور المجموعات، والاقرب ان شاء الله نكون هي احنا دي المره الكام اللي منتخبنا الوطني يشارك فيها في الاولمبياد لكره القدم؟ يعني دي المره الثالثه المنتخب الاولمبي في المشاركه في الاولمبياد. اتخيل ان شاء الله هنعمل نتيجه طيبه. احنا افضل نتيجه كنا في المركز الرابع تاريخيا اظن في امستردام. هو سؤال متاخر شويه، هو مين اللي المفروض يخاطب الفيفا علشان الاولمبياد تكون على الاجنده الدوليه؟ هل مثلا الاتحادات الكوره في البلدان المختلفه ولا مين؟ لا دي مش اتحادات فرديه، دي اللجنه الاولمبيه الدوليه، لان الاولمبياد بيقام تحت اشراف اللجنه الاولمبيه الدوليه. اعتقد ايه اللي منعهم يعني ان هم يقدموا على ان هي تدرج على الاجنده الدوليه؟ نقدر نقول ان يعني كل لجنه او مؤسسه سواء الفيفا بقوتها او ببطولاتها باللجنه الاوروبيه بتعتبر ان ده محفل خاص بيها، فهو الصراع الموجود بين المؤسستين دول هو اللي بتدفع ثمن المنتخبات او الاتحادات. يعني ربما مع الوقت ومع تكرار المناسبات اللي بنشوفها حاليا ورفض الأندية، وده بالتأكيد مش بس في المنتخبات، يعني في مصر المنتخبات بشكل عام بيحصل نفس الموقف. فنتمنى مع التوقيت اللي جاي إن شاء الله أن نشوف اختلاف في اللوائح دي، لأنها مهمة جدا وزي ما شفنا بتحرم المنتخب الأولمبي، ولكن زي ما حضرتك أشرت العناصر الموجودة في المنتخب الأولمبي أداه وقدود وإن شاء الله يفرحونا. شكرا جزيلا الناقد الرياضي عبد الحميد فرج.